بركاته انت عارف طبعا النادي الاهلي رقم واحد في كل حاجه طبعا ده حاجه معتاده ان احنا نكسب الزمالك او نكسب اي فرقه طبعا الحمد لله انا على البطوله وعلى الفوز بتاع النهارده طبعا الحمد لله طبعا الجهاز الفني كله ادانا تعليمات وكابتن عمرو انور قال لنا يعني ما حدش يعدي خط نص نص الملعب وده الحمد لله اللي احنا عملناه فعلا الماتش الاولاني زي الاخير حتى لو واخدين الدوري من 10 اسابيع لازم الماتش الاول زي كل اخير وزي ما انت تج... زي ما انت عارف الروح بتاعت النادي الاهلي الحمد لله على المكسب كان مكسب مهم احنا اه واخدين البطوله بقالنا فتره لكن ماتش الزمالك لازم نختمه يعني احنا متكلمين مع بعض ان الختام لازم يبقى كويس عشان نبقى واخدين حتى الاجازه نبقى مبسوطين والجاز كلمنا قال لنا اهم حاجه النهايات ماتش الزمالك كان زي اي ماتش ونكسبه ان شاء الله الحمد لله على المكسب وطبعا الشوط الاول احنا كنا يعني عملنا شوط نموذج احسن شوط في الدوري عملناه السنه دي كنا مفروض نكسب خمسة أو ستة بس يعني الحمد لله يعني الشوط الثاني ما أه كانش فيه توفيق واللعيبة من بعض اللعبة كان فيه شوية تراخي والحمد, والحمد لله على, على المكسب. الحمد لله على الأداء المكسب لعيبه رجالة اهم حاجه الحمد لله احنا اللي نهينا الموسم بشكل كويس وطبعا احنا واخدين الدوري قبلها بخمس اسابيع واربع اسابيع بس اهم حاجه النهايات بس الحمد لله يعني على على الهدف وعلى الاداء والحمد لله لعيبه رجاله كلها هو بس ما كانش في توفيق واحنا الحمد لله جبنا جونين الشوط الاول واحنا الحمد لله الشوط الاول عاملين اداء كويس جدا متميز كمان عن عن الفريق الخصم طبعا واهدرنا فرص كتير ما فيش توفيق في في كام كوره كده بس الحمد لله يعني مش أداء انا لوحدي الفريق كله كان رجاله النهارده وده الطبيعي بتاع النادي الاهلي يعني ان انت تكسب اي حد مهما كان مهما كان الفريق المنافس اللي بيلعبك كله تحتيك انت انت دايما لازم تبقى في المقدمه ولازم الفرق كلها تبص لك بتخاف منك يعني وان اي حد يبقى تحتيك يعني ده الطبيعي النادي الاهلي هو ده الطبيعي لان النادي الاهلي دايما بيما بي يعني احنا ما نعرفش حاجه اسمها تعادل او هزيمه وبالنسبه لنا الهزيمه دي حاجه زي التعادل يعني ما نعرفش غير المكسب حتى لو يعني انا انا الحمد يعني متربي في النادي الاهلي هنا بقى لي 13 سنه يعني انا اتعلمت حاجات كتير أوي في النادي الاهلي يعني حتى وانا يعني لما اجي العب بلاي ستيشن مع اصحابي وكده متعود ان انا اكسب ما اعرفش حاجه اسمها تعادل او خساره الحمد لله الاول على ماتش مش سهل زي ما ماتش الزمالك حتى لو هم ترتيبهم وحش بس بيبقى ليه طبع خاص واحنا كنا قصرنا مع الجمهور وقصرنا مع النادي الماتش الدور الاول كان يعني زي ما بيقولوا داي اوف ما كناش فايقين بس الحمد لله قدرنا نعوض هنا ولولا برضو يعني الظروف برضو كان زمان كسبنا بنتيجه اكبر من كده والحمد لله بهني اللعيبه والجهاز تعبنا بدايه من كابتن عادل عبد الرحمن والكابتن ابراهيم عبد العزيز والكابتن كرم وكابتن طارق الباروكي يعني انا مش عايز انسى حد بس الناس دي شاركت معانا وليها ناس غير اللعيبه طبعا المعاره كلهم لعبوا معانا وكلهم ليهم دور في الدوري ده والحمد لله الحمد لله هو انت يعني قلتها قبل كده هقولها تاني انت حارس النادي الاهلي زي ما انت بتقول انت ممكن تقعد 90 دقيقة ما يجيش عليك حاجة، الدقيقة على 91 تيجي في الكورة، يا تدخل يا ما تدخلش، هي دي موهبتك هو ده تركيزك هو ده حارس النادي الأهلي مطلوب منه إنه يشيل الحاجات دي مطلوب منك عشان كده تلاقي دايما حارس مختلف عن أي في أي حتة تانية. شرف كبير لما الكابتن أحمد شوبير بنفسه ايوب الكرة المصرية اللي بيتحمل ضغوطات ما تحملهاش حد يقول عليا أنا كده فده في حد ذاته شرف كبير وده الحمد لله يخليني أزيد ثقة في نفسي طبعا والحمد لله يعني أنا أوعده إن أنا عايز أبقى أحسن حاجة هو ي... يعني يفتخر بيا هو و... وكل عيلتي وكل الناس اللي وقفت جنبي وكل الناس اللي وثقت فيا من غير ما تشوفني وكل الناس برضو اللي شتمت فيا من غير ما تشوفني يعني الاثنين برضو لازم ي... وطبعا النقد بتاعهم على عيني وعلى راسي طالما في صالح النادي الاهلي اشتموا براحتكم بس المهم بعد كده ان شاء الله ان كلامهم ده يتغير ان شاء الله اعتبر اول لعيب مواليد 2001 دخل سكور ماتش اللي هو بتاع اللي فات ده فيعني انا بهنيه ده اول حاجه وبعدين هو عربي كمان لو انت طبعا جمهور قناه نادي الاهلي هيبقى عارف ان هو على طول مع 97 ما نزلش مع 2001 غير في الماتشات المهمه بس وبينزل بيفرق معاهم لعيب بيسكن نص الملعب بيبقى بيفرق معاك جدا زي ما انت شايف ماتش النهارده وعلمهم ما لعبش مع 97 بقاله كتير لانه مع الدرجه الاولى على طول معاهم جه نزل معانا عشان ماتش مهم زي ما انا نزلت كده احتجناه نزل زي ما انت شايف الاداء اللي هيتفرج على الماتش هيعرف مين عربي بدر ومين هو عربي بدر وهيبقى ايه كمان ماشي <applause> 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 وبنشكر يا جماعه كابتن احمد الشيخ يا جماعه عشان والله العظيم نورنا النهارده وجاب جو... وجاب جول جامد قوي بس يعني نشكره طبعا راجل تعب معانا وانه يجي من الفريق الاول دي في حد ذاتها حاجه كويسه وشرف لنا ان كابتن زي كابتن احمد الشيخ ولاعب منتخب مصر يجي يلعب معانا ماتش زي ده بيفرق معانا وهو يبقى كابتن الفرقه فطبعا بنشكره من حقيقة ان هو جه لعب معانا وربنا يكرمه ان شاء الله ويكرمنا في اللي الحمد لله طبعا احنا دايما بنتعود على المكسب على ال... على من اول دقيقه اللي انت تكسب على تعرف امتى تكسب امتى تحافظ على المكسب فالحمد لله النهارده قدرنا نكسب الحمد لله لعيبه رجاله ادوا اللي عليهم فالحمد لله يعني ربنا يكرمنا يعني الفتره الجايه الحمد لله رب العالمين يعني مش من الزمالك بس انا بقالي ثلاث سنين ما خسرتش ماتش يعني بقالي ثلاث سنين الحمد لله ما خسرتش حتى ماتش المقاولين اللي 97 خسروا فيه من المقاولين كنت انا موجود في الدرجه الاولى وما لعبتش فانا بقالي الحمد لله ثلاث سنين ما خسرتش يعني ماتش فده من فضل ربنا يعني والحمد لله لاعيبه رجاله وقدرنا ناخد البطوله قبلها بست مواجهات الحمد لله وبال2001 برضو خدناها قبلها بست مواجهات فالحمد لله ده ده بيرجع لتعب اللعيبه كلها وتعب الجهاز الفني فالحمد لله بشكرهم جدا يعني اكيد طبعا يعني انا شرف كبير ليا الناس بتقول عليا شبيه كابتن حسام غالي فيا رب يا رب ابقى يعني جزء من اللي هو عمله وقدمه للنادي الاهلي ومنتخب مصر طبعا بحب اشكر كابتن عادل عبد الرحمن يعني تعب معايا كتير ومش معايا انا بس مع الج... مع الفرقه كلها وضفلنا لنا كتير الصراحه فأنا بشكره جدا يعني أنا من غيره يعني مش هقول ولا حاجه يعني ولا حاجه الصراحه يعني هو أضاف لي كتير الصراحه. الحمد لله النهارده نحمد ربنا ونشكر فضله يعني كده على النهارده البطوله الغاليه دي والماتش ده أساسا يعني مجهزين له من بدري جدا ومستعدين له استعداد تام. آه نزلنا مركزين ونزلنا اهم حاجه ان احنا مش عايزين نتعصب مش عايزين نتوتر نزلنا هاديين قدرنا ان نخطف الجول الاول هجبنا من الاول دقيقه في الماتش ربنا كرمنا جبنا الاولاني وجبنا الثاني وحافظنا الشوط الثاني على دفاعنا كويس والحمد لله ربنا كرمنا وقدرنا ان احنا نكسب مباراة النهارده الحمد لله يعني اه الاول احنا كنا ضاغطين عليهم نسبه السعواز كانت كبيره جدا بالنسبه لنا بس آه هو قدر الله ما شاء فعل هو كانت في نسبه استعجال شويه نقدر نقول كده لكن الحمد لله الخلافه مختارها الله يعني وربنا كرم كده وقدرنا نكسب ان شاء الله يعني